طبعا انا عايز بس اشرح لحضراتكم ان احنا ودعنا 2016 لكن احنا ما ودعناش السهرة. وعايز اقول زي ما بنقول في مصر، اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني. حضراتكم لو سمحتم هطلب منكم حاجة عمري ما طلبتها من جمهور قبل كده، لو سمحتم انبهروا. يعني الفترة اللي جاية ديت هي فترة الانبهار، اللي هو يفضل الواحد فاتح بقه كده لمدة طويلة. أرجوكم رحبوا معايا بمايا دياب.